ما بقاش عندي امل غير الصفاره، حاول ارجع بيها اصلح حياتي اللي باظت. سر الصفاره بيتربط بالثلاث دقائق اللي بتختارهم من عمرك. انا عارف انا هرجع لاني ثلاث دقائق بالظبط. انا عارفه يا استاذ شفيق ومقدره انه مش سهل خالص ان حضرتك تكون اب وتكون ام في نفس الوقت. ام احنا لازم ناخد بالنا قوي ونفتح عينينا ونبعد عن اولادنا اصدقاء السوء دول. انا حاسس ان اولادنا هم اصدقاء السوء اللي كانوا اهالينا بيحذرونا منهم. احنا عندنا واحد غاوي حمام بنات، واحد متنمر، والثالث متحرش. عايز اتكلم معاكي في موضوع، بس الموضوع يعني محرج شويه، ينفع نتكلم جوه؟ اه طبعا يروح. ايه 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 شيرين؟ لا لا اتفضلي، معلش اقعدي. الاطفال اللي في سن اياد بيبقوا بيحسوا بحاجات، بيفكروا في حاجات، بيتكسفوا يتكلموا فيها مع اهاليهم، انت فاهم؟ ايوه انا عشان فاهم الان. بس انتوا على طول بقى حياتكم في هزار ولعب وشمس وخروج كده على طول زي ما انت شايفه. لا ولعبهم ايه يا شيرين؟ ملايكه لعبهم، عامل زي السوتيه كده، مهما تضربي منه ما تحسش بأي حاجة، كأنك فكلتيش نسمة. أهلا حبيب بابا، معاك ولاعة؟ إيه؟ يا نهار اسود، اديهم اديهم واجيه، اديهم المحفظة واديهم النضارة دي كمان، اديهم. مش وقت الأزازة خالص يا بابا شفشه. بجد؟ أمر كبير. الأمر لله يا حبيبي. طب إيه يا إياد، ما تسمعنا صوتك. صوتي شرف في خناقة مدي. إيه ده؟ مش ده فرعون بتاع فيلم كباريه؟ وانا هضايق نفسي ليه؟ الموضوع ابسط من كده، انا همسح كل اللي احنا فيه ده. سيلكت اول ديليت. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.